نواصل معكم حصاد النصف الأول لعام 2021، إليكم أفضل 10 تطبيقات صدرت هذا العام. أهلاً في أبتكار. والبداية مع أوبرا جي إكس. نعرف متصفح أوبرا الشهير لتصفح الإنترنت، لكن الشركة ذهبت أبعد من مجرد إصدار متصفحات عادية. أوبرا جي إكس هو متصفح مختلف، فكرته أنه مصمم للاعبين. الميزة الأولى تظهر في تصميم التطبيق المختلف بواجهة ملونة. المتصفح أيضاً يستعرض موجزاً إخبارياً يلبي احتياجات اللاعبين على وجه التحديد، بالإضافة إلى جدول مواعيد إصدار الألعاب. هناك أيضاً ميزة إخفاء وحجب الإعلانات مدمجة داخل المتصفح. كما يمكنك مزامنة متصفحات سطح المكتب والجوال من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code دون الحاجة إلى حساب. المتصفح يعمل بشكل جيد وسريع، وسيكون مناسباً لك إذا كنت مهتماً بعالم الألعاب ومواعيد إصدارها. التطبيق متوفر مجاناً على كافة المنصات تقريباً، أندرويد، iOS، ويندوز وماك. ثانياً داشلين. واحدة من أهم نصائح الأمن والحماية الإلكترونية هي تنويع كلمة المرور بين التطبيقات والحسابات الإلكترونية وعدم اعتماد كلمة مرور واحدة، لكن هذا قد يشكل صداعاً للبعض. داشلين يحل هذه المشكلة. هذا التطبيق صادر منذ سنوات، لكنه تلقى مؤخراً تحديثاً رئيسياً حول مجموعة من التحديثات المهمة. يسمح لك بإنشاء كلمات مرور آمنة ومعقدة، ويقوم بتخزين عدد غير محدود من كلمات المرور ومزامنة بياناتك بسلاسة بين أجهزتك، ويمكنك استرداد كلمات المرور من تصفح كروم ومصادر أخرى. التطبيق يتضمن أيضاً ميزة الشبكة الافتراضية VPN للتصفح الآمن، ويقوم بتنبيهك عند محاولة الاختراق، ويوفر طبقة ثانية من الحماية مع مصادقة ثنائية. وأخيراً يمكن للتطبيق إدارة بياناتك للدفع الخاص بك والتفاصيل الخاصة الأخرى، مما يسهل الوصول إليها متى احتجت إليها. التطبيق مجاني مع إمكانية الاشتراك لتحصيل مميزات إضافية، ومتوفر على أجهزة أندرويد وiOS. ثالثاً فوتوروم. هذا التطبيق صدر مع نهاية العام الماضي، لكنه يستحق أن يدخل قائمتنا اليوم. فوتوروم هو التطبيق الشامل الذي يقوم بتعديل وتحرير وإنتاج الصور الاحترافية. الميزة الأولى والأهم للتطبيق هي إزالة خلفيات للصور عبر قص الأشخاص الموجودين في الخلفية بدقة وسهولة بنقرة واحدة. هناك أيضاً مميزات تعديل وتحرير الصور مثل إضافة نص أو شعار أو ملصقات أو إنشاء صور مجمعة أو استخدام أحد قوالب الخلفية. التطبيق يعتبر ملائماً للاستخدام في منصات التجارة الإلكترونية، ويعمل بكفاءة لأغراض التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية والرسمية كجواز السفر أو الهوية أو حتى رخصة القيادة. كما يمكن استخدامه لإنشاء ملصقات وأغلفة ليوتيوب وإنستغرام وفيسبوك. البرنامج مجاني، وهناك نسخة برو مدفوعة بمميزات أكثر، ومتوفر على أجهزة أندرويد وiOS. رابعاً أورجانيك مابس، أحد أفضل تطبيقات الخرائط الصادرة حديثاً. يتيح الوصول إلى خريطة أي دولة حول العالم بشكل كامل دون الحاجة إلى إنترنت. كل ما عليك فعله هو تحميل خريطة بلد أو منطقة معينة وتحديثها باستمرار، وبعدها يمكنك الملاحة عبر التطبيق بدون إنترنت. الخرائط توفر تفاصيل كثيرة، بالإضافة إلى مسارات ركوب الدراجات والقطارات، وكذلك ملامح الارتفاعات والمنحدرات. ورغم كونه يعمل بشكل كامل بدون إنترنت، إلا أنه يتيح البحث السريع عن مكان محدد داخل الخريطة. التطبيق خفيف ولا يستهلك البيانات والبطارية، ولا يعمل في الخلفية. وأكثر ما أعجبنا أنه لا يحتوي على إعلانات، ومتوفر بالوضع الليلي. التطبيق مفتوح المصدر ومتاح مجاناً على أندرويد وiOS. خامساً كلوب هاوس. لعله كان حديث العالم لفترة من الزمن. نحن نتحدث عن تطبيق حقق ملايين التحميلات خلال أول بضعة شهور من إصداره. ورغم أنه لم يأتي بفكرة جديدة أو مبتكرة، إلا أنه نقل فكرة التواصل الصوتي لبعد آخر. كلوب هاوس عبارة عن مساحة للمحادثات الصوتية غير الرسمية مع الأصدقاء. كل ما عليك هو تسجيل الدخول ثم الانضمام إلى غرف صوتية عبر الشبكة للدردشة مع الأصدقاء الذين تتابعهم. انضم إليهم واستمع إلى ما يتحدث عنه الآخرون حول أي موضوع. الفكرة التي جاء بها التطبيق أحيت من جديد فكرة غرف الدردشة الصوتية، ولجأت على أثرها عدة شركات إلى إضافة هذه الميزة في تطبيقاتها. التطبيق صدر أولاً على iOS، ثم صدر بعد فترة على الأندرويد، وهو مجاني على المنصتين. سادساً سبلايس. لا يمكن أن تخلو قائمتنا من برنامج مونتاج وتعديل مقاطع فيديو. تطبيقنا اليوم هو سبلايس، تطبيق جديد صدر منذ شهرين تقريباً، واستطاع حصد مئات آلاف عمليات التحميل. نقطة القوة في هذا التطبيق هي البساطة وسهولة الاستخدام، وستلاحظ ذلك في واجهة المستخدم. يسمح لك بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة وذات مظهر احترافي على هاتفك بسرعة وسهولة وبدون إعلانات، بداية من القص واقتطاع المقاطع أو دمجها وإضافة الموسيقى وضبط السرعة. يمكنك من خلالها
إنشاء أفلام وعروض جميلة ستحب مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك مكتبة صوتيات في التطبيق تضم أكثر من 400 أغنية. التطبيق مجاني ومتوفر على كل من أندرويد وآي أو إس. سابعاً، بيكا تشارجينج شو، تطبيق مثير للتسلية بشكل أساسي. فكرته قائمة على إنشاء صور متحركة أو أنيميشن يعرضها الهاتف أثناء شحن البطارية. هناك العشرات من الرسوم المتحركة المستوحاة من أفلام ومسلسلات كرتونية شهيرة، وتتضمن شخصيات معروفة مثل بيكاتشو، سبونج بوب، وآيرون مان. بعد تصميم وتعديل الأنيميشن على حسب اختيارك، يتم عرض الرسوم المتحركة للشحن تلقائياً عند توصيل كابل الشحن بالهاتف، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة. يمنح التطبيق خيارات عرض تفاصيل أخرى أثناء الشحن. التطبيق مجاني ومتوفر على أجهزة أندرويد وآي أو إس. ثامناً، تومي، إذا كنت ترغب بتحويل صورتك إلى رسمة كرتونية فهذا التطبيق يلبي الغرض. بمساعدة الذكاء الاصطناعي يقوم التطبيق بإعادة رسم صورتك بأسلوب كرتوني. الشركة سوقت للتطبيق على أنه فنان رقمي، وذلك لأنه يوفر ما كان يستغرق عدة أيام ليتم صنعه من فنانين محترفين، كل ذلك بضغطة زر واحدة. التطبيق يقدم ميزتين أساسيتين، الأولى هي صناعة رسوم متحركة من خلال الصور، والثانية هي السماح باختيار تصميم أو نمط جاهز ووضع صورتك عليه. بعدها يمكنك مشاركة الصورة الجديدة أو تعديلها أو إضافة فلاتر وتحويلها إلى شعار أو علامة خاصة بك. التطبيق يعتمد على الإنترنت بشكل كبير، وهو مجاني مع مشتريات بداخله ومتوفر على أندرويد، وهناك تطبيق مشابه له على الآي أو إس. تاسعاً، كانفا جرافيك ديزاين اند فيديو، هذا التطبيق ليس جديداً بشكل كامل لكنه تلقى تحديثاً مهم هذه السنة أعطاه شكلاً جديداً. يعد كانفا أحد أفضل تطبيقات تعديل الصور وإنشاء الشعارات، وسبق أنه فاز بجوائز جوجل بلاي. أكثر ما يميزه هو سهولة الاستخدام مع المحافظة على أبرز المميزات المطلوبة، بدءاً من مجموعة متنوعة من القوالب والفلاتر والخطوط والأدوات الأخرى الجاهزة للاستخدام في صورك، ويمكنك بعد ذلك مشاركتها بسهولة على شبكة التواصل الاجتماعي المفضلة لديك. يمكنك استخدام التطبيق أيضاً لإعداد صور غلاف أو صور رمزية للحساب على فيسبوك، أو إنشاء قصص إنستغرام واضحة ونظيفة، أو لافتات تويتر، أو الصور المصغرة على يوتيوب. التطبيق متوفر مجاناً على أجهزة أندرويد وآي أو إس، وهناك مكتبة كبيرة من المواد والقوالب المجانية الجاهزة، بالإضافة إلى مواد أخرى تستطيع شرائها. عاشراً وأخيراً، سبوتيفاي جرين روم، يمكن القول أن هذا التطبيق هو رد شركة سبوتيفاي على تطبيق كلاب هاوس، ويقدم نفس الفكرة تقريباً. يعرض لك التطبيق مجموعة من الغرف الحية، يمكنك الذهاب والاستماع إلى أشخاص يتحدثون عن أشياء ومواضيع مختلفة. التطبيق يصنف الغرف حسب فئات حتى تتمكن من العثور على الغرف التي تتناول مواضيع قد تهمك، كما يمكنك إنشاء غرف بنفسك. التطبيق متوفر على آي أو إس بشكل كامل، لكنه ما يزال بمرحلة التجربة على أندرويد، ويمكنك تحميل النسخة التجريبية، لكن لكي تستخدم التطبيق يجب عليك أن تملك حساباً على منصة سبوتيفاي. انتهينا من عرض التطبيقات، الروابط تجدونها في صندوق الوصف. نلقاكم الحلقة القادمة وحلقة جديدة من أبتكار. إلى اللقاء.